الكليه امتحانات. اللي واخد الام ار سي بي بيبقى كده مع استشاري بطن عام صح؟ طيب بتقول يعني مفيش بقى شغل بطن عام دلوقتي، يعني دلوقتي خدت الام ار سي بي. في حاجه اسمها سيجنستال، انت بتقول لو انت مش انت السكه دي، انا ما بقولش ان كل السكه انت مش عارف ان هو بطن، انا بقول لك مش كل السكه دي ام ار سي بي. اصلا انت بتاخد هنا نيابه، والنيابه تحضر يا ماستر يا دبلوم حاجه سهله، يا اما تاخد زمان. وانا بنصح بيه زمان عباره عن لازم تتعلم فيه، انت مش عارف دي من هي يوم انا لازم ماستر، مش عارف مش عارف اقول ايه، مش عارف حد السوق يعني انا هطلع لازم حجز السوق. بص يعني البطنه ما بتكتفيش، وبقول لك اللي بيفتح في سنه اولى ابتدائي بطنه في بلده بيشتغل، يعني الرجال اللي هو بيتسجل في مدرسه 10 دلوقتي اللي شفت سكك القريب بتاعك انت بتاع بطنه، بس مش لاحق بيها بطنه والله انت بتاع بطنه، هتروح يا عم اشتغل في جامعه ومستوصف عيال، هتشيل عيال يقول في الاسبوع 4 ايام 6 ساعات. البطنه رزقها ايه؟ انت ما تقدرش تبقى ملياردير من البطنه، غير دول غير كل غير كل دول غير بتاع النساء وبتاع الجراحه وبتاع ما ينفعش، لان انت يعني ايه عدد حالاتك مضروبه في قيمه الكشف، وزيها تخصصات كتير الحاجات اللي هي نون اوبر كله طيب، عدد حالاتك مضروبه في قيمه الكشف، بتكشف ب 20 جنيه وبتعمل 30 حاله في اليوم انت بتاخد 80 جنيه. غيرك بيفتح 10 جنيه 4000 جنيه، يعني في نفس الوقت اللي انت عامل فيه معايا؟ هي نقطه دي، هي نقطه دي تحديدا الناس اللي كانت في امتياز، في ناس كتير جدا قعدوا برضه في المستشفى قعدوا حاجات 6 7 شهور وراح فتح عياده بقى شغال متعالج والبطنه في مصر اللي هم بيشتغلوها بتعتمد على الاسلوب بتاعهم مع ديفن، وبيعالج حاجات كومن والحاجات الثانيه بيعملها وبيفهم عليها وبيشتغل اسهال ومش عارف ايه. خلي بالك انت وظيفتك يعني واحنا عندنا كانسر كله مثلا جايله انفستيجيشن مثلا، انت وظيفتك ايه؟ بتاع بطنه، بتاع بطنه محترم وفاتح العياده بتاعتك، انت بقى بتديله من اي لحد ما الكانسر يوصل للبيوت، انت عارف دورك. المهم ان ما يجيلوش تمثال لحد ما يموت. بس فتلاقي الموضوع سهل. هو ده بس اي حته لا بس انا هروح عشان بس ما نزلوش معاك. خد زمان مصريه، خد سكه عينيه محترمه، خد زمان بطانيه، خد سكه عينيه محترمه، الاثنين محترمين. بس لو قارنا مثلا بالسهل اللي هو طلع، لو طلع السعوديه بعد زمان مصريه بيطلع مثلا 12 14 15 16 بتاع زي البطاريه بتاع 24 25 28 30 يعني مرات 20 يعني هي زي مصر حرب جدا وحياتها على فكره جزء من الورد اللي بيحط الانفورميشن بتاعته جزء منهم زي البطاريه. عشان اسئله كتير غير ما اتكلمتش تقريبا. صباح الكليه ولا ده؟ ايه؟ في دور محترم جزء من البطاريه. في دكتور اه. ايوه جزء من البطاريه. يعني عايز ان هي بس تشد لا كل الدكاتره اللي ان النظام الصح ان كليات الطب في مصر كلها تاخد لها 2000 2000 ونص من الاول من سنه اولى ثانويه عامه يطلع من ثانويه عامه المفروض اصلا ما يدخلش ثانويه عامه يدخل فني الصح اللي يدخل ثانويه عامه جزء صغير خالص يطلع في الطب زي الدور المحترم في الاخر بيطلع لي من كليات طب ما يطلعليش 12000 دكتور كل سنه في مصر ما بيعملوش حاجه يطلع لي 2000 ونص دكتور 2000 ونص دول اعرف احطهم كلهم تحت بقى ماستر والكلام الفاضي ده كله بحطهم كلهم في الفتره دي المحترم اللي هيظهر وساعتها زي ما مصر هتضطر بيها في العالم كله امريكا هي على فكره بيك انت على فكره مش كده اما الدكتور بتاعك انا عارف ان كل دكتور جاي من مصر يتعلم صح اذا كان هنا مصر دي من وجهه نظر حضرتك كان مستغرب على ان احنا عاوزين نعمله على الجهاز قلت له انتوا سنه 2025 هتبقى كام مليون والمفروض كام مليون دول يجيبوا كام عدد من الاطباء ويحطوهم في برايمر هيلث كير وسكن ريسيرش هي كانت بتستغرب غير ان احنا عندنا البالانس ما بين الفيميل والميل في الكليه. انا قلت لك الموضوع ده مش هنخلص بس يعني خلاص معلش هنقفل بقى على الموضوع ده. عندي دكتور متعلم بيحسب 10 وضع الحالي عندي 10 دكاتره مش متعلمين، لا دكتور متعلم بس وبعدين يبقى خليهم 10 متعلمين بعد كده يعني بعد يطلع واحد يعني عشان الموضوع ده لو واحد نوع على الشغل في الاول
صار مش يعني من اول مرات طبيعي الكنترول الكارديولوجي مش جي اي تي وتعلم على مصيره برضه الوقت انا هيعلم وان كان يعني جزء كبير من الشات الفقره بتعلمها سكيل يعني جي اي تي عايز مراسي ايه تاني في السكيل بتاعت اي حاجه بقى الديفلوبشن عايز اتعلم مواصفات اتعلم جي اي تي اتعلم المركز دكتوره في الوضع الحالي انا بتكلم عن مستقبل الوضع الحالي بتاعت المياه زي ايه ايه معنى مياه البطنه او مياه بتاعت اي حاجه وهيموت في اي مستشفى مركزي غالبا يعني هذا مستشفى مركزي هتعمل تشوف الحالات الاخصائي معاك محترم عليه منه زي كل الاستشفيات الاخصائي معاك محترم عليه منه اخصائي في مش هتعلم حاجه في الاخصائي كان وهقطع على الكلام ده من كان احنا في التخصص ده على بتاع ان هو اساس كتابه وما فيهاش كم السيم في الجيم بتاع الرقم يعني هو لو قعد هو ده بقى طمنا لو الواحد فتح كتاب وجمع يمين هبقى كويس جدا ومطلع خلاص مساحه الجيم كان هو الشغل اللي عايز واحد فوق يعلمه او كان في كورس وفي تجهيزات فاسيلتيز كبيره كان هو شغل بقى موظيف جي اي تي شغل بتاع الصف الاقل حاجه زي كده شغل العادي في بطن عادي ان هو 80% او 85% من شغل بطن بيشتغلوه مختلف كتابه غير خالص بس انا تخصص انا عملت كده غير خالص مثلا محمد ابو شداد في وقت يمسك ايده مشط انا اشكرك برضه على استاذك معايا الدكتور عمرو جمل عكس انا كشف المعاصيولوجي عشان نتكلم مع حضرتك كان الدكتور الله يرضى عليه جمال هو عندي مصر في الوش عيشه هو معلوم سبب كله وبعدين ما ينفعش ولا حاجه انا عارف ان 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 انا عارف ان
تشكيل الامارات السعوديه دفعت الفلوس ومن حاجه شويه كلام اللي هو ايه يعني صار مخيف وبتاعي فلوس بتاعها ايام 8 شهور كده دخلت الامتحان الحمد لله عديت بعد كده قال لي الامتحان شويه قالوا ايه ده احنا نازل من غير مسا كان 30 ليره او 33 ليره قلت الامتحان بعيدا النتيجه بقى قال لي الامتحان من 40 وما جاتش 88 بعد الامتحان بقى بنتفرجهم رحنا بقى وعملنا مشاكل في الوزاره وبتاع وجيت الديره تاني وجبتها وجت في القسم الاسبوع قعدت هناك 7 شهور اول ما رحت عشان ما انساش موضوع الليجل عشان يعني خطوه كده عشان تستفيدوا محدش قال لي موضوع الليجل ما فيش اي لازمه خالص بيتكشف ياخد معايا الفيزا سيبيه بيتكشف تاخد الفلوس بس وخلاص مالكش سنه تفرغ ايام الامتحان اللي بتخش تاخد اجازه ما فيش اي حاجه كده كده كل الوقت في الليجا هيحصل هم كذا جامعه كده وانا اشتغل في الليجا عشان تعدلها كده في الفرق في كده في مش اي وقت دلوقتي هياخد مركز في الاخر هياخد المنطقه بتاعه او هياخد من زمان كله في الاول في الاخر كمان اشتغل بعد ما رحت اسوان قالوا لي مش مشكله هي سنه ولا حاجه كده قلت له في العصر وبعد كده تيجي هنا نتعلم بقى وبتاع قعدت هناك رحت لا من غير ما رحت هناك شهر بس اشتغل عندهم من مهارات الجسم اتحد عارف درس دخل لما جيت درس معي ايه مش شرط جاي يعني كان بيشتغلوا كل حاجه من اول المره اللي معاك في السنه اللي هي الفيريشن والسنه الفيريشن كل حاجه مش هو كده في البدايه فلو عاوز حاجه معينه اروح هناك واحسن حاجه ايه يعني مفيش الا صار مخصوص حاجه خاصه بعد كده بعد كده قدمت زماله بالنسبة للميل مش حلوة قوي في السعودية لو معاه حاجة مصرية
الدول الثانية تبقى كويسة لو معاك حاجة أجنبية. والخليج تقريبا مش مطلوبة. لا الإمارات ودبي وقطر معايا خلاص بيجي فلوسها كاملة، بس لو رجعت خلصت إيه؟ بيشوفها جنبي. وعندهم مفتوحة السعودية. ماشي. البلد بيزنس يعني بص على مواطين الجراحة شوف الفيرس بتاع
حد ما له حاجه بالورقه اللي خدها دي كده ولا مش على بطاطس؟ دي المشاكل التانية بتاعته، هي محتاج ان انت تروح مكان مجهز قوي.
غير بقى تخصصات البطنه غير تخصصات الجراحه العامه غير تخصص النساء اللي هو محتاج يعني انت عشان تشتغل ده سي او يعني خلاص بقى ما بقاش في سي او ده جهاز اللي هو بيصور اكس راي ولا كده كويس فهو محتاج مكان على الاقل في سي او ولازم يكون الناس اللي شغالين فيه كواليفايد جدا لان هو تخصص فيه بقى بيبقى انتهاكي خالص يعني تخصص فعلا شغل العظام بقى يعني غريب خالص يعني في دكتور فعلا بيشتغل حاجه في دكتور يعني مساله مهاره وحاجه صعبه مش بسهوله الموجود يمكن يعوض الموضوع ده من دلوقتي عجز او نقص عدد النواب بيخلي انا ما اعرفش ايه ما بيشتغل في ساعه لو واحد بيه يعني انا كل النواب اللي اعرفه ما فيهم انا لسه مش شايف حد بنساعد حد وبنساعد حد بنتعلم منه في البرايفت والبرايفت ده واخد شويه عالي قوي في العظام لان هو فبتخلي الفلوس اثناء النيابه الى حد ما معقول الى حد ما بتروح تسهل في عمليه بتتعلم فيها بتاخد 100 جنيه 150 جنيه 50 جنيه 70 جنيه على حسب فالى حد ما معقول شغل الجبس شغل الجبسات بيكسب برضه يعني الجبسات ممكن تشتغلها وانت صغير في ست شهور بتتعلم جبسات كويس خالص الشغل الثاني ده بتبقى تخيل بعد النيابه بيبقى الموضوع كويس جدا احنا في الفلوس بالذات الفلوس في العظام يعني في العظام اعلى دكاتره اللي بتكسب هم مخاصر عمليات مكلفة عدد مبين عمليات مكلفة يعني مثلا ممكن الدكتور الواحد يعمل زي 50 جنيه احنا الارقام المتداولة عندنا بتبقى 2 3 4 5 10 12 15 دي ارقام كومن في الارقام تمام ودي ارقام عالية قوي ففتحة المرشد بتاعتي ليها 8 غير ايه يعني غير ما الدكاترة في العظام بيتكلموا على 3 سنوات ان شاء الله 20 50 حالة في اليوم تمام لكن انا ممكن اعمل 2 نص عمليه ثلاثه اكتر من دي وده وقت فرصه السفر احسن من احسن التخصصات في السفر حاجه السوق ليها مش مشبع لا في مصر ولا بره مصر ونسبتها في الميه معلومه ونعلم يعني ونسبتها للرجاله ونعلم يعني هي لازم يكون راجل صعيد او راجل ماشي اكس واي وار يعني هو ايه ابيض ده ابيض ده ما لازم يكون ده بالنسبه للتوقيع السنوي على ايه هل تفضل؟ هل تفضل؟